اوكي ديري ستودنتس طلابي احبابي يعطيكم الف الف عافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيرست اوف اول، من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره ايضا فعليه بالعلم، ومن ارادهما كليهما معا ايضا فعليه بالعلم. Today's class is talking about unit 8. تمام، we have today a new unit. تمام، unit 8 اللي هو الوحده الثامنه is talking about earth، الارض. تمام، it's a big title. تمام، هذا عنوان كبير، الأرض. تمام، how we can deal with this earth that God Almighty gave it to us التي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا فيها. تمام، today's grammar is talking about non-defining relative clauses اللي هي جمل الوصل الغير محددة. If you remember last unit we talked about defining relative clauses، حكينا المرة الماضية عن ضمائر الوصل المحددة أو المحددة. اليوم إن شاء الله أو next lesson إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله we will begin with non-defining relative clauses. Now we have here some pictures talking about a volcano. في عندنا هون صورة البركان. And we have here a fossil زي أشياء متحجرة. And we have ice age اللي هو العصر الجليدي or glaciers جبل جليدي. تمام؟ الآن سؤال الأول before you begin قبل البداية. What do the photographs show؟ ماذا تعرض او ماذا على ماذا تعرض هذه الصور؟ زي ما حكينا we have here volcano. تمام، we have here volcano and we have here glaciers and we have here fossils. نعم، do you know what subject they all have in common? Discuss the partner. يعني هل تعرف على كل واحدة شو موضوعها؟ الآن اليوم رح نعرف إن شاء الله. الآن بحكي لك read the words in the box. اقرأ الكلمات. هذا exercise number two. Read the words in the box which are connected to the earth. أيهما متصلة مع الأرض. Check the meaning of the words you don't know if don't know in the activity block book glossary and or in the dictionary. كالعادة طلابي حبايبي، هذا المربع مهم جدا جدا، مهم جدا، انجليزي انجليزي عربي. تمام، وننقله على الدفتر، على دفتر المعاني على السريع. We have the word dramatic معناها درامي. Dramatic معناها درامي او مفاجئ. ممتاز. Ice age العصر الجليدي. Eruption ثوران، يعني ثوران البركان. Asteroid معناها كويكب، معناها كويكب. Rock معناها صخر. Fossil معناها متحجر، شيء متحجر. ممتاز. Now let us begin with the text. We have here a great text and it's VI and we have many words that it's new for you. We have كثير كلمات جديدة عليكم طلابي أحبابي. تمام. Let's begin with the first line here. تمام. We have here the title which is Earth's Climate Story. قصة مناخ الأرض. طبعا أسهم نسميها إحنا apostrophe هي أس الملكية. Apostrophe. نعم. أس الملكية. مناخ الأرض. دائما بس نشوف أس الملكية إحنا بنترجم الكلمة بعديها بعدين نرجع لها. يعني مناخ الأرض. خلينا نشوف the first paragraph. بحكي لك Earth's climate is changing. تمام، مناخ الأرض متغير. تمام، but this is not new. ولكن هذا الكلام اللي هو تغيير مناخ الأرض it's not new، ليس جديدا علينا. Over millions of years، عبر ملايين السنين Earth has experienced تمام many dramatic climate changes. تمام، بحكي لك experience معناها جربت. تمام، او اثرت او تاثرت الارض بالعديد من التغيرات. changes معناها التغيرات المناخيه المفاجئه او الدراماتيكيه. تمام، ايش هي الاكزامبلز على هذه التغيرات؟ اذا examples of dramatic climate changes on Earth. الأمثلة على التغيرات المناخية الدراماتيكية على الأرض. واحد اللي هي شو؟
several ice ages. تمام؟ واحد اللي هي several ice ages. العديد من العصور. العديد من العصور الجليدية. ممتاز. Now, when glaciers covered much of Earth's surface, عندما غطت الجبال الجليدية. Covered معناها غطت. Much of Earth's surface, معظم سطح الأرض. Have taken place. تمام؟ عندما حدثت العصور الجليدية. تمام؟ صار في عندنا الجليد أو الجبال الجليدية غطت جميع إيش؟ سطح الأرض. Have taken place. شو معناها هذه الكلمة؟ معناها حدثت. عندما حدثت العصور الجليدية. الجبال الجليدية غطت معظم سطح الأرض. Taken place معناها حدثت. طيب ممتاز. هاي هي موضوع قاعدتنا شباب بنات. في عندنا فاصلتين وفي عندنا استخدام الريلاتيف برونوز ضمائر الوصل. هاي هي النون ديفايننج وراح نحكي عنها ان شاء الله بتفصيل ان ذا نيكست لسن ان شاء الله. بيحكي لك in the past في الماضي earth's climate was affected by sudden disasters. تمام؟ بيحكي لك في الماضي مناخ الارض was affected. هاي القاعده شو اسمها was were plus verb 3. هاي قاعدة شو بنسميها احنا؟ passive voice. تمام؟ past simple passive past simple for passive voice. تمام؟ بحكي لك تأثر مناخ الأرض by sudden disasters بالعديد من الكوارث المفاجئة مثل الآن examples of disasters اللي هي ايش؟ الكوارث. واحد مثل such as معناها مثل a huge volcanic. تمام؟ واحد a huge volcanic. شو يعني huge volcanic طلابي؟ معناها بركان عظيم. eruption ثوران البركان العظيم. and clashes with asteroids. clashes with asteroids اللي هو معناها تصادم الكويكبات. تمام؟ These events هذه الأحداث اللي هي ثوران البركان العظيم وتصادم الكويكبات filled ملأت معناها شو؟ ملأت. تمام؟ The atmosphere الغلاف الجوي بشغلتين smoke الدخان and dust والضباب. بيجيك سؤال في امتحان huge volcanic eruption and clashes with asteroids have many effects لديها العديد من التأثيرات. Write down two of them. واحد fill the atmosphere with the smoke. اثنين and dust. هاي الأشياء اللي هي الدخان والضباب which blocked out the sun والتي blocked out. هاي شو بسميها؟ احنا قلنا phrasal verb اللي هو فعل مركب اللي هي كلمة blocked out معناها يا سيدي العزيز معناها ايش؟ حجبت. معناها هذه الغبار والدخان blocked out the sun حجب الشمس. causing the climate to become cold and dark وهذا الدخان كمان سبب ان المناخ حتى اصبح المناخ cold بارد and dark ومظلم. يا سلام. Many plants and animals العديد من النباتات والحيوانات probably died من المحتمل أنها ماتت on these occasions في هذه المناسبات. أي مناسبات؟ these عادة عمين على ال occasions اللي هي مين؟ اللي هي huge volcanic eruptions اللي هو ثوران البركان العظيم وتصادم الكويكبات. هذا هو شرح الفقرة الأولى. What is the main idea of this text? It's talking about how the several disasters affected on the Earth's climate. كيف أن العديد من الكوارث الطبيعية أثرت على مناخ الأرض. And we have some examples of these disasters. الآن خلينا نروح اللون الأحمر على السريع. بيحكي لك geologists علماء الآثار أو جيولوجيين who study Earth's rocks والذين يدرسون هذا تعريف مين geologists والذين يدرسون صخور الأرض and how they formed وكيف تتشكل
ذي عدامين على الروكس على الصخور، كيف تتشكل هذه الصخور؟ إذن ذي تعود عليها. إذن الجيولوجيين الذين يدرسون صخور الأرض وكيف تتشكل يستطيعون، كان read layers of rock، يستطيعون قراءة طبقات layers معناها طبقات، اكتبوها لأنه ما في عندي وسع، of the rock اللي هي طبقات الصخور. These layers اللي عندي يحكي لنا عن إيش؟ عن هذه الطبقات، و these تعود على layers، تمام؟ These layers هذه الطبقات provide معناها تزودنا، تمام؟ A record of what happened in the past، بتسجيل ما الذي حصل في الماضي. ما هو المناخ كان قبل في هذه المنطقة؟ كيف كان المناخ؟ بارد، حار، إلى آخره. In warm periods، تمام؟ بيحكوا لك في الفترات الحارة of their history، من تاريخ الأرض، there were many plants، كان هناك العديد من النباتات والحيوانات which eventually died، والتي ماتت، تمام؟ هيها فوق eventually بشكل إيش؟ بشكل نهائي، يعني انقرضت بشكل نهائي، يعني إيش؟ we have here extinction اللي هو انقراض، and were fossils والتي إيش؟ تحجرت، تمام؟ in layers of rock والتي تحجرت في طبقات الصخور. يا سلام، لما بحكي لك كيف كان يعرفوا انه في بعض الحيوانات لاول مره بيشوفوها كان ايش موجوده كحفوره، واخذت الاحفير اتوقع في مدى العلوم الارض، تمام، في داخل الاشجار والصخور الى اخره. ممتاز. اذا we have here where fossils، هاي كمان passive voice، تمام، was the words at verb 3، اي ها is am are was were افعال البي زائد verb 3 مباشره passive دون ما تطلع، تمام، ولازم يكون في قبليهم object هي اللي هو ايش؟ plants and animals، تمام. الان خلينا نشوف هاي الفقره الجديده وخلينا نغير القلم على السريع. ممتاز. Archaeologists علماء الآثار، تمام، have also discovered اكتشفوا، تمام، evidence دليل، that shows والذي يرينا، الذات عادة عمين دائما التي قبلها اللي هي ايش؟ evidence، تمام، والذي يعرض أن how earth's climate has changed over millions of years، كيف أن مناخ الأرض has changed تغير. ما هذه القاعدة has and have that verb 3 اللي هي present perfect، present perfect، ممتاز. كيف أن مناخ الأرض قد تغير over millions of years، عبر إيش؟ ملايين السنين. For examples، كيف يعني؟ ورجيني، أعطيني مثال. They have found، وجدوا. مين هم الذين وجدوا؟ ذي عاد عمين على إيش؟ على archaeologists. They have found fossils، وقد وجدوا أحافير أو أشياء متحجرة of trees، من الأشجار in parts of Antarctica، في الأنتاركتيكا، في القطب. تخيل، وجدوا أشجار وأجزاء من أشجار في الأنتاركتيكا. طب هذا شو يعني؟ which prove، والذي يعني أن، والذي يثبت، prove معناها يثبت أن this area، هذه المنطقة اللي هي عاد عمين على الأنتاركتيكا was much warmer، كانت أكثر إيش؟ حرارة من الآن. 110 million years ago، منذ أكثر من 110 ملايين عام. than it is today، مما هي الآن عليه. الإت عاد عمين، مين هي؟ اللي هي نحكي الآن إحنا على الأنتاركتيكا. واضح الكلام طلابي أحبابي؟ ممتاز، تمام. We have here، we don't have any find out. نعم، we answer these questions. All of these questions we answer them. طيب ممتاز، خلينا نشوف الفقرة الأخيرة. Humans whose activities، البشر والذين نشاطاتهم، الهوز عاد عمين على الهيومنز، might be causing global warming today، الناس أو البشر والذين نشاطاتهم التي ممكن أن تسبب global warming today، بيحكي لك نشاطات الناس البشر الآن ممكن أن تسبب إيش؟ اللي هو الاحتباس الحراري. هاي الأشياء،
تمام need نحتاج to take action. شو يعني take action؟ معناها اتخاذ إجراء، معناها اتخاذ إجراء، بدها إجراء، بدها واحد إيش مسؤول يأخذ بيها إجراء. ولكن للأسف الحمد لله المسؤولين بس بدهم يأخذوا مصاري. Otherwise على الوجه الآخر there will be probably be more extreme climate changes. على الوجه الآخر سوف يكون من المحتمل أن يكون هنالك أيضا تغيرات مناخية extreme، معناها إيش هي هون شديدة أو أقوى in the future في المستقبل. تمام هاي القاعدة إيش هاي future symbol. Nobody knows لا أحد يعلم for sure what is to expect. لا أحد بيعرف أو بيكون متأكد شو ممكن يتوقع شو يصير توقع. However على أي حال Earth الأرض which has already survived some dramatic changes in its long history. الأرض والتي which عاد عمين على الأرض والتي نجت survived معناها نجت من العديد من التغيرات الدراماتيكية in its long history في تاريخها الطويل. Its عاد عمين تاريخ مين الأرض تمام may have to face ممكن أن تواجه some challenges بعض التحديات in the future في المستقبل. يعني الأرض in danger. We have some diseases and viruses. نعم we have بعض الأمراض والفيروسات كل هذا بسبب مين؟ Because of humans بسبب البشر. We should take and we should take action. يجب أن نأخذ إجراء مع هذا الشيء. تمام؟ Who is the victim؟ الضحية مين؟ It's a human. البشر. Now let's move to exercise number 4 on page 63. On page 63 student book. للأسف عن جد طلابي أحبابي في كثير ناس بتأثر في الأرض قاعدة وبيعيثوا في الأرض الفساد عشان مين مصالحهم ومين الضحية دائما البشر الناس المساكين. الله المستعان. Now comprehension الاستيعاب. 4. Read and listen to the article again. اقرأ النص مرة أخرى and answer these questions. وأجب عن هذه الأسئلة. Exercise number 1. It's already answered. When did the glaciers cover much of Earth's surface? متى غطت الجبال الجليدية معظم سطح الأرض؟ During several ice ages خلال اللي هو العصور الجليدية. Exercise number 2. Which disasters? أي الكوارث caused the climate to become cold and dark. ايش هي ال disasters كلمناها فوق قبل شوي. ايش هي الكوارث التي جعلت من المناخ بارد ومظلم اللي هم مين اللي هم الفولكينو وايش كمان اللي هي clashes of تصادم of asteroid. طبعا هاي الإجابة هون huge volcanic eruption and the clashes with asteroids caused the climate to become cold and the daytime sky dark. طبعا هذا الإجابة طلابي على الدفتر على النوت بوك تمام. الإجابة على الدفتر تمام لأنه ما راح توسع معاكم هون. اللي بحط كلمة في الامتحان volcano وclashes of asteroids بحطله إجابة صحيحة على السريع. What can geologists discover from the number of layers of rock? ماذا يستطيع الجيولوجيين الاكتشاف من خلال أعداد الطبقات في الصخور؟ تمام؟ أول شيء ممكن يشوفوا إيش هي أنواع What is the types of animals and the plants that live there؟ الأشياء النباتات والحيوانات التي عاشت هناك. And they can prove the long time. وكمان a climate in the past. وكمان اللي هو إيش؟ اللي هو المناخ في الماضي. إذن they can find out يستطيعون استكشاف which plants and animals lived in a long time ago. يستطيعون استكشاف النباتات والحيوانات التي عاشت منذ ذلك الزمن. This provides وهذا يثبت أن information about climate in the past وأيضا معلومات عن المناخ في الماضي. إجابة سؤال رقم 3 نقولها شباب بنات على الدفتر. What have archaeologists found in Antarctica and what does this prove? ماذا شافوا لقوا إيش إيش لقوا fossils of trees اللي هو حفورة من الأشجار. وهذا شو أثبت لنا that there is that Antarctica was warmer than now أنها كانت إيش
warmer than now أنها أحر من الآن. وهي الإجابة المنطقية أو الإجابة الكاملة. They have found fossils of trees. وجدوا إيش قلنا؟ حفورة من الأشجار. This proves that area, هذه المنطقة اللي هي الأنتاركتيكا, was much warmer, كانت أكثر حرارة 110 million years ago than its day. طيب, exercise number 5. What is meant by the words take action? ماذا معنى بكلمة اتخاذ إجراء؟ What kind of action might need be to taken? ما هو نوع الأحداث أو الإجراءات التي ممكن أن نتخذها؟ أي إجابة طبعاً هي إجابة طويلة شوي بس ما راح أجيبكم إياها في الامتحان. They mean that something should be done in order to deal with the problem. شيء لازم نعمله حتى إحنا نتعامل مع المشكلة. الإجابة فقط لعند هون طلابي, باقي ما باقي ما بدي إياه. أوكي, الإجابة فقط من عند they mean that something should be done in order to be to deal with the problem. إجابة فقط لعند كلمة problem. تمام, إذا إجابة من عند كلمة they mean لعند كلمة problem. تمام. What do you think, هذا السؤال homework, هذا السؤال واجب. What do you think the climate will be like in the future, ماذا باعتقادك سوف يكون المناخ في المستقبل؟ Explain, اشرح شو راح يكون. I think, أنا بحكي لك إجابتي أنا هاي. I think that the climate will be much warm, راح يكون أكثر حرارة. تمام. And we will have many disasters, العديد من الكوارث. This we call it today. ننتهي اليوم بالنسبة لهذه القطعة وشرحناها بالكامل طلابي أحبابي. تمام, ننتقل هيها فوق القطعة كاملة. بتمنى من الجميع إنه ينقل إجابات عنده على القطعة. تمام, وبنشوفكم إن شاء الله الحصة القادمة. يعطيكم ألف ألف عافية.